احلى الاكلات المصريه في القاهره. بص يا معلم، هتبدا بالفطار المصري الاصيل، فول وطعميه، بس لازم تفطر صح، يعني عربيه فول. قبل ما نكمل واقول لكم على المكان، خلينا نوصل الفيديو ل 5000 لايك. المكان اسمه فول وحيد في رمسيس، بس روح بدري لان المكان زحمه جدا. الروح حلوه والناس بتجري عشان تاكل. شدني بطاطس بيعملها جنب الفطار، اسمها بطاطس جمبري، طعمها عامل زي الشينوس. بطاطس اسمها بطاطس جمبري، انا جاي اكل يا جدعان. الفطار عباره عن بتنجان ومخلل وجبنه بيضه بالطماطم وبيض الجبنه وطبعا صينيه البطاطس الجمبري الشهيه. الله ينور. طعم الاكل رايق والاجواء الصبح اجمل. نخش على الاكله النباتيه الاشهر في مصر، الكشري، اكل الشعب. كلنا عارفين طعمها عامل ازاي بالدقه، والمكان ده بيعملها مميزه جدا، كشري ابو طارق اللي شهرته بقت عالميه، هتلاقي اجانب قاعدين اكتر من المصريين. واحده من اشهر الاكلات المصريه اللي لازم تجربوها، الحواوشي. المكان ده بيقطعوا الحواوشي طازه من الجزر، ومشهورين بحواوشي السجق، حواوشي الربيع في امبابه. مش بس بيعملوا حواوشي، في طواجن بطاطس وباميه وعكاوي ولحمه وغيره. انا بقى نزلوا لنا سلطات كتير، ورق عنب بالكوارع اللي جربته لاول مره. هي دي بتتحط هنا ولا بتتشرب؟ لا حواوشي بقى تاخد منه قطمه ابوه ميت سلطه. خلاص كده انت تظبط لك الدنيا. رحت اليابان بيقول لك لو انت بارع كل ورق عنب بالكوارع. ورق عنب ده مهلبيه. بص يا ريس. اوه يا سلام. وعرض فيلم الخير، اكل لذيذ والقعده في مكان حلو. السحر بتاعنا بتاع الملوخيه ده مش شيف، ده سحر. الله اكبر. باشا هنقول لعم شعرنا ملوخيتنا يا حبيبتنا حماها الله الله الله. محد بيغلبه بيجيب الاكل دايما طازه بقك يكسبه. ايه الربيع بقول المحشي والبط، وده جربته في بيت مصري. الورق عنب والمحشي بتنجان من اشهر الاكلات المصريه والاقرب الى قلبي، وطبعا لازم تاكل معاها بط، حمام او فراخ. واخيرا التحليه، الرز باللبن وام علي اشهر تحليه في مصر. ويا سلام لو تنهي بعصير في محل قصب وتكمل الجميل بلايك وشير للفيديو. القاهره مدينه ما يتزهقش منها ومن شوارعها، وسط البلد ومصر القديمه واكلها، ذكريات بتدوم وبتفضل في الذاكره طول العمر. دي نهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.